ليه الناس بتركز مع كهربا شوية يعني؟ ليه بتركز مع كهربا؟ من وجهة نظرك انت يعني. عشان بيحبوني. لا والله يمكن هو جمهور الاهلي بيحبك طبعا، لكن انا بتكلم على بعض الاشخاص او بعض الجماهير الاخرى اللي بتحاول تركز مع كهربا وتتصيد لكهربا الاخطاء والمشاكل. في بعض الامور اللي حدثت، بس اي بني ادم ممكن يغلط، اي بني ادم ممكن يرتكب اي اخطاء، لكن المهم ان انت بتكمل مسيرتك بشكل طبيعي. بص والله يمكن يعني بحمد ربنا على جمهور الاهلي العظيم طبعا، على النعمه اللي الواحد فيها من حبهم، وطبعا يعني برضو يعني الجمهور برضو بشكر جمهور نادي الزمالك برضو، يعني يمكن مش كل الناس يعني من جمهور الزمالك بيشتموني، يمكن معظم الجمهور يعني بيحبني جدا جمهور الزمالك، لان هي الناس عارفه يعني كل حاجه، بس الناس طبعا بقى هم اللي بيولعوا الدنيا، يعني في كام واحد كده بيطلع في الاعلام يولع الدنيا، هو يعني الناس دي مريضه بجد، يعني انا ما اعرفش ازاي بتسمح لنفسك او مثلا مراتك وعيالك يشوفوك وان انت تطلع تتكلم على واحد في تخص نيته وتخص جوه حاجه انت ما تعرفهاش. انا والله العظيم انا ولا مشكله من اي حاجه حصلت لي انا سبب فيها، يعني كل حاجه يعني، بس عشان هو المشكله الناس مركزه معايا بزياده عن اللزوم، يعني في مش الناس مش الجمهور، ما فيش غسير عشان يعلوا البرنامج بتاعهم فكهرباء. عشان اسم كهربا ترند. اديك انت قلت والله، يمكن هم بيحبوا يعلوا كده، فالحاله عايزه تعلى يقول لك كهربا، فعشان خاطر ايه يجيبوا فيوز اكتر، لكن انت اصلا يعني في ناس، يعني الناس دي نجوم، المفروض ان عيب اللي بتعملوه، يعني الناس دي اقل حاجه، انتوا كنتوا نجوم كبار ولاعيبه كبيره، فلازم تكونوا يعني قبل ما تتكلموا تسالوا مره واثنين وثلاثه، ويمكن انا بطلب حاجه يعني من الناس اللي بتقعد تتكلم عليا في الوحش، انا مش عايزهم يتكلموا عليا في وحش ولا يتكلموا عليا في ولا يجيبوا في سيرتي، يعني خليكم في البرنامج بتاعكم اتكلموا براحتكم، بس يعني طبعا انا الحاجات دي يعني مش في دماغي، لان انا مركزت، انا قعدت انا طول فترة احترافي، يعني انا ما حدش استحمل اللي انا استحملته، يعني من ساعه ما جيت النادي الاهلي كل يوم شتايم كل يوم ضغوطات، بس انا عمري ما اشتكيت، لان الحمد لله انا برد في الملعب وبرد الحمد لله ببطولاتي مع زمايلي الرجاله واخواتي، ويعني ان شاء الله لسه بدري، الواحد لسه عنده 26 سنه ولسه يعني لسه ان شاء الله اكمل مسيرتي كلها مع النادي الاهلي باذن الله، واخد كل سنه 5 6 7 بطولات ان شاء الله.